بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصغر شبل في سوق دراوي الدولي سوق الجمال. اسمك يا معلم؟ محمد. بص هنا محمد العمدة ما شاء الله. اسمك ايه؟ محمد العمدة أقول. ما شاء الله. كم جمل دول سيد عمك؟ كم واحد ديال؟ كم يعني؟ 15. أبي غششوك الجمل. ما شاء الله. كم بأشر فيهم بالصلاة حبيبي يا شيخ؟ لا في ما يصير لما بأشر فيهم على 36 و37. يعني حبل واحد 36 37 فيها، مش تركيزات على جنب واحد. يعني لسه البيع في الشراء فيهم متوازن. نقول بيع ثاني بسم الله ما شاء الله. اسم المعلم يا اخي؟ جبريل العمدة. حج المعلم جبريل. تنزل؟ انزل حج على طول، انزل هنخش حجيبك. المعلم جبريل العمدة هنا ما شاء الله تبارك الله متواجد يوم السبت ويوم الاحد ويوم الثلاث في سوق دراوي الدولي. الوحيد اللي بيكون متواجد هو والمعلم القراشي متواجدين في سوق الثلاث اللي هو سوق الغنم والماعز وسوق البقر. متواجد في سوق السبت والاحد، عنده بيعه بالصلاه على الحبيب، عنده مال موجود طول الاسبوع. الله اكبر. 15 جمل قعدان على 37 و38 و36. حصور لكم باقي البيعه بالكامل. عنده هنا ورقم المعلم عندنا هنا، لو حد تواصل عادي تواصل معه. الله اكبر. زي ما انتم شايفين المال شد اخواننا، والمال زاد، المال زاد والمال رفع. 37 و38 و36. الله اكبر. هذه 15 جمل البيع والشراء فيهم متراوح بين 36 ل 38. لا خديتك تبع ثمن عليه ثلاث بقت الكلام. ايوه سته وفيه واحد مره من يا انت. شوف حسن. في رقم تليفون ان شاء الله. قول يا معلم. 011 011 5 6 5 2 6 1 3 8. رقم المعلم هو موجود يا اخوان، اللي عايز يتواصل معاه يبقى متواصل منه مباشر عشان ما يقولش. طول الاسبوع مواهب موجوده حج، طول الاسبوع. أيوة. طول الاسبوع متواجد عنده مال. الله اكبر. متواجد عنده مال. الله اكبر. دايم طول الاسبوع. ربنا يوسع علينا وعليكم. آمين معلم. امين يا رب. امين يا استاذ. عندك جمال والده؟ عندنا والده هنا. ماشي. مين يدينا اسعار لها بس كده؟ عندنا في اثنين مفصولات 125,000. بدينا بس لمحه يا اخي عليها بس الله يكرمك. تعال. المعلم هنا هيدينا اسعار الجمال اللي هي الناقه النواقي النوق الوالده الوليد. هناخذ سعر بالصلاه على الحبيب منه. حد لو عد عايز حاجه انت يا والده. دي بنتها ده واحده ما شاء الله. الله اكبر كبيره والله. وراها دي وراها دي. واحده لبنيه واحده كسر جو. واحده لبنيه واحده كسر جو. كم البيع والشراء فيه بالصلاه؟ البيع فيهم 125,000. سيد رافض ما يبيع. البيع والشراء فيهم 125,000 وصاحبهم رافض يبيعهم. بس بالصلاه على النبي يعتبر اربعه كده يا شيخ. لان كبارها. دي عمر قديش يا شيخ اللي وراها؟ ده عمر يعني بتطلع بتاع 6 شهور. 6 شهور بس بالصلاه على الحبيب. يعني عمر 6 شهور. نقول ثاني هنا في اثنين وليد وراهم انتيتين. الله اكبر. هم زي ما انتم شايفين واحده لبنيه واحده كسر جوز. واحده لبنيه وواحده كسر جوز. 100 البيع والشراء فيهم ب 125,000. صاحبهم ما يبيع. وصاحبهم ابى يبيعهم. ربنا يوسع علينا وعليكم. علي. امين امين يا رب. ناشف على الاهل. تحيه لك. هو الحبيب المرتجى شفاعته، هو الحبيب المرتجى شفاعته. صلى على النبي. السلام عليكم. كم بيع وشراء هنا يا حاج؟ كم بيع وشراء هنا بالصلاة على الحبيب؟ صاحب المال. تبع المعلمين هناك. الله أكبر على المال. حجي طه عامل ايه؟ كل عام وانت بخير. الصلاة على الحبيب.
ابو 100 ده هذه الجمل ابو 100 ما شاء الله. الله اكبر، صل على النبي. الله اكبر، الله بارك معلمين. ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر، اهو جمل يستاهل يا عم. الله يستاهل يا عم. هذه الجمل ابو 100 اخوان، الله اكبر، اغلى اغلى جمل في السوق. السوق ايوه. ازيك عم طه؟ عامل ايه ما شاء الله؟ مال وين مالكم هنا؟ ما شاء الله تبارك. كم ده وكديته معلم؟ كلم دي. احنا دلوقتي عند وكالة الناظر يا اخواننا، عند الحاج طه هنا. الله يوسع علينا وعليكم، من احسن الموكلات في السوق. كم البيع والشراء هنا عم طه ولا لسه؟ البيع والشراء دي لسه يا عم. استنى خلينا نتصور. طيب تعال صور الحاج احمد. الحاج احمد هنا مع احلى معلمين في السوق. كل سنه وانتم طيبين. اكبر تاجر من دراو لاسنا ما شاء الله. اكبر تاجر، اكبر تجار من دراو لاسنا، وموزعين لاي مكان في الجمهوريه لو اي حد يحتاج مال. الجمهوريه الحاج احمد ابو حمدان. الحاج احمد ابو حمدان هنا احنا عند وكاله الناظر. اي حد يسال على عايز يشتري جمال يسال على وكاله الناظر، يسال على المعلمين. اشهر من العلم على الجبل زي ما بيقولوا. حياكم الله. مرحبا بكم علي. علينا وعليكم جمعا ان شاء الله. وده يعتبر اخر سوق في ضراء، اخر سوق في شهر رمضان. وكل عام وانتم بخير. اي عم طه الدنيا نفزع على الدنيا الماشيه هنا. 48 البيع والشراء هنا. البيع والشراء ب 48. كم واحد دوله بالصلاة على النبي؟ بس في مجمل خشنة قوي ما شاء الله. 16 دوله. 16 ها؟ هنا في بيع الله اكبر عند وكالة الناظر. 16 جمل زي ما انتم شايفين، البيع والشراء فيهم حبل واحد 48000 جنيه. زي ما انتم شايفين اجمال خشنة، الله اكبر. ازيك يا معلمين؟ اسيوطي ولا سوهاجي؟ حياك. هنا معلمين اسيوط شرفونا في السوق. جاي لك يا حاج. معلمين اسواق اسيوط جايين نشتري. جاي هنا ليه معلم؟ جمال. جمال؟ اشتريت ولا لسه يا خال؟ لسه. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك. هنا خليكم وكالة الناظر زين برضه المال كده. شوف اللي يريحك برضه، السوق كله بتاعك. هذه هم 16 جمل في وكالة الناظر، البيع والشراء فيهم ب 48000 جنيه حبل واحد. حبل واحد الله اكبر. البيع والشراء فيهم ب 48000 جنيه. وكالة الناظر يا اخواننا هنروح عند الحاج طه ناخذ رقمه، اللي يحتاجه رقمه هيكون موجود في الفيديو. يا عم طه، علم طه ادينا رقمك كده عشان ايه يبقى متواصل مباشر معاك. 010 تمام. 20 144 144 355 355. الرقم الثاني يا حاج طه؟ 010 010 20 144 144 355 355. ده رقم الحاج طه صاحب وكالة الناظر، الناس المحترمة في السوق يا اخواننا لو حد يحتاج منه حاجة. ماشي، بس علينا وعليكم يا عم طه. جيت. السلام عليكم. سلام والرحمة. ونختم هنا عند وكالة الناظر بالتاني ونقول بيع 16 جمل الله أكبر. إجمال خشنة، إجمال علف، إجمال حمولة. البيع والشراء فيها ب 48000 جنيه، بس لسه البيعة ما تمتش. والسلام. لا تنسونا بلايك أو شير إذا عجبكم الفيديو، الله يكرمكم.